مستمعينا مستمعي راديو حقوق، اهلا بكم وحوارنا الخاص اللي بنقدمه لكم النهارده من داخل استديوهاتنا، ويمكن في ظل الاوضاع اللي احنا فيها بدءا من 19 نوفمبر السابق، وفي ذكرى او احياء ذكرى محمد محمود. للاسف من يوم 19/11 وحتى يومنا هذا الاحداث يعني بتتوالى سريعا من سيء إلى أسوأ، ومن معارضات في شوارع محدودة لمليونيات بتجتاح ميادين معظم محافظات الجمهورية. يمكن من ضمن الحركات الشبابية والحركات الثورية اللي كان ليها أثر كبير جدا محدش يقدر يختلف عليها، قد يختلف أو يتفق معها البعض في فترة من الفترات، ولكن في الأول في الآخر تبقى هي الحركة الرئيسية أو من الحركات الرئيسية، وكانت هي حركة 6 إبريل. معنا ومعكم اليوم الأستاذ محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 إبريل. مساء الخير وأهلا بك على راديو حقوق. مساء النور عن يا خير. بما أنك نفسي يعني الحوار يبقى في يعني أيام وظروف أحسن من كده، بس يعني للأسف يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي في حاليا اشتباكات أمام قصر الاتحادية ما بين مؤيدين والمعارضين، أو بالمعنى الأصح المؤيدين المهاجمين على المعتصمين من الأمس. يعني لو خدت كده وجهة نظرك سريعا عن المشاهد اللي احنا بنسمعها وبنشوفها دلوقتي. يعني طبعا احنا ما كناش نتمنى ان المشهد اللي موجود دلوقتي امام قصر الاتحادية يكون موجود بالشكل دوت. يعني انا يعني مش شايف اي داعي خالص ان يكون في مظاهرات تأييد للرئيس في نفس المكان اللي فيه اعتصام، او مظاهرات رافضة لقرارات الرئيس او مناهضة ليه. دي بتعتبر دعوة صريحة للعنف، يتحمل مسؤوليتها من أطلقها، وأنا هنا بحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية أحداث العنف اللي بتحصل ومسؤولية أي نقطة دم قد تسيل نتيجة هذه الأحداث. بحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية حماية المعتصمين السلميين، وهو يعني وحده ويتحمل مسؤولية الجنائية والسياسية كاملة عما يحدث. طبعا دعوة جماعة الإخوان المسلمين للنزول في هذا التوقيت يعني ده دعوة إلى عنف وإلى جر البلاد لمرحلة من الفوضى نحن يعني في غنى عنها. وبالتالي جماعة الإخوان المسلمين اليوم بتكتب أو بتسطر تاريخ أسود بالنسبة لوجودها على الساحة السياسية في مصر، ووجودها بشكل عام في المجتمع، ويعني قد لا يخفي لها التاريخ ولا يخفي لها المصريين يعني أي شيء قد يحدث اليوم، خصوصا لو وقع أي إصابات أو قتل. وللأسف يعني ابتدت الإصابات فعلا يعني تبقى في ازدياد، بس يعني بنتمنى بجد الموضوع يعني يتم تحجيمه ويتم السيطرة عليه، وخصوصا يعني المفروض ان في الوقت اللي هو كان بيتم فيه الاعتداءات حاليا كان في المقابل كان نائب رئيس الجمهورية بيقول البيان الصحفي الخاص به من قصر الاتحادية، وحتى كان بيشير ان هو بيتمنى يبقى فيه حوار بناء بعيدا عن أحداث العنف، ولا يوجد أحداث عنف، فحتى كان حاجة مستغربة شوية. طيب لو رجعنا كده من المشهد من الأول، بدءا خلينا ناخدها من انتخابات الرئاسة في المرحلة الثانية. كان من ضمن الحركات يعني مش هنقدر نقول كلها، كانت ما بين مؤيد ومعارض، إما إنك تروح لشفي أو إما إنك تروح لمرسي، على أساس هم دول الخيارين المتاحين في الفترة ديت. في ناس فضلت المقاطعة أو الإبطال، لكن حركة 6 إبريل شأنها شأن باقي القوى الثورية، حاولت إن هي تعمل توازن وتشوف الأفضل، وكان طبعا فكرة إن هو إعادة النظام القديم ممثلة في أحمد شفيق فكرة مرفوضة. لكن الناس كتير كانت بتسأل، طيب أنتوا رهنتوا على الدكتور محمد مرسي وكان المفروض في تعهدات، لدرجة ان للأسف بعض الناس وصفت حركة 6 ابريل في فترة من الفترات ان هي المتحدث الرسمي باسم الاخوان، لان هي كدامة تطلع تدافع. مرة واحدة لقينا التوازنات تختلف شوية، واصبح دلوقتي حركة 6 ابريل بتنزل في مظاهرات معارضة لدكتور محمد مرسي. البعض اتهم بالتلون، وديت ممكن تكون نوع من المزايدة، لكن شايف انت الرد المناسب اللي تقدر ترد بيه من حيث موافقتكم في الاول على الدكتور مرسي والدعم ليه في الاول، وبعد كده المعارضه ليه؟ لا يعني تلون ايه يعني، ده كلام فاضي. طبعا ما حدش يعني يزايد على دور وتاريخ حركه 6 ابريل منذ بدايتها حتى الان، خصوصا ان احنا مجموعه لا تسعى لوصول السلطه، لا بننافس على سلطه ولا يعني لينا
نقع على جمل في اللي بيحصل بشكل شخصي. احنا كل اللي يهمنا مصلحة البلد، كل اللي يهمنا ان احنا فعلا نرى مصر كما نحلم بيها، دولة مدنية ديمقراطية بتحترم حقوق الانسان وبتطبق العدالة الاجتماعية. ده كل هدفنا وده كل اللي بنحلم بيه. يمكن كل مصر تعرف ظروف تأييدنا، مش تأييد 6 أبريل بس، تأييد اكتر من 7.5 مليون مصري لمحمد مرسي او للرئيس محمد مرسي في الانتخابات، ودول اللي صوتوا في جولة الاعادة بجانب 5 مليون اللي صوتوا له في الجولة الاولى. يعني دول كلهم او كما كان يقال عليهم عصير الليمون، دول كلهم كانوا بيأيدوا محمد مرسي لاسقاط احمد شفيق. كنا لنا رؤية ان احنا ما بين اختيارين كلاهما مر، احمد شفيق وعودة النظام السابق او محمد مرسي وازاحة النظام السابق والعمل على يعني خلق معارضة قوية ضد رئيس محمد مرسي. وده اللي احنا كنا بنسعى ليه، ويعني ايدنا رئيس محمد مرسي من اول يوم، قلنا له احنا ما مديناكش الشيك على بياض، بالعكس احنا هنعارضك وهنكون معارضة قوية ليك، وان يعني اصابت هنعينك وان اخطأت هنقومك، وده اللي بيتم. لكن طبعا مع يعني ما يحدث داخل البلاد هذه الفترة تحديدا، وخصوصا من يوم 19 وبعد يعني قتل المتظاهرين في محمد محمود تاني بهذا الشكل، حددنا موقفنا تماما من الدكتور محمد مرسي، وقلنا هذا فراق بيننا وبينك. يعني احنا خطنا واضح دلوقتي، احنا معارضة في صف القوى المعارضة ضد اتجاهات الرئيس وضد قراراته، وبالتالي موقفنا دلوقتي يبقى واضح بالنسبة للرئيس. احنا جماعة ضغط سياسي، مش بنحسب على طيار ضد طيار او على فصيل ضد فصيل، لكن اللي بنشوفه من وجهة نظرنا هو الصح، وهو يعني الحاجة اللي محتاجين ان احنا بالفعل ناخد خطوات فيها بنعملها من غير ما يكون عندنا اي مصالح شخصية او توازنات ومؤامات زي ما بعض الاحزاب والقوى السياسية بتعمل. تمام. يمكن زي ما ذكرت مع بداية وقوع يعني شهداء كان بداية الانفصال وعدم الدعم، واصبحتوا في صف المعارضة في الصفوف الاولى، ويمكن دوت تحديدا كان بعد استشهاد جيكا رحمة الله عليه، ويمكن كانت الحركة طلعت بيان بتنعي فيه جابر صلاح وبسبب الإصابات بالطلق الناري. المشكلة ان لحد دلوقتي مفيش اعتراف لا من مؤسسة الرئاسة ولا من الداخلية ولا من رئاسة الوزراء او اي جهة سيادية توحد ربنا تقول ان فعلا في إصابات خرطوش. يعني تعليقك لحد دلوقتي في ظل ان هو اعادة المحاكمات او ما يقال عنه اعادة المحاكمات، يعني نفس النمط اللي كان بيحصل قبل كده، نفس عقدة الداخلية لم تتغير، نفس اتجاه وسياسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة هو بالظبط، ما تغيرش، ما فيش جديد. محاولة ايهام للبعض ان اللي تواجدوا في محمد محمود بلطجية، وان اللي سقطوا دول بلطجية، وان او ان في طرف ثالث. المهم ابعاد الشبهة تماما عن الداخلية وعن قتل المتظاهرين وتعمد قتلهم. وبالتالي يعني نفس النمط اللي بيحصل من التعامل هو ده اللي احنا شايفينه بيحصل، هو ده اللي يمكن مخلينا لينا موقف حاد مع الرئيس ومع توجهه. طبعا إعادة المحاكمات ده كله يعني ضحك على الدقون، مفيش حاجه اسمها إعادة محاكمات بالشكل دوت الا لو ألزمت الجهات السياديه في مصر بتقديم ادله جديده. يعني الاهالي مش هيقدروا يجيبوا ادله وده حاجه معروفه، ولو قدروا يجيبوا ادله فالموضوع مش محتاج تعديل دستوري، الموضوع موجود في قانون الاجراءات الجنائيه. لو ظهرت اي ادله جديده لم تناقش داخل المحكمه من حق مره اخرى اعاده المحاكمه مره اخرى. وبالتالي يعني الموضوع هو ضحك على الدقون ليس الا. احنا محتاجين لو في اعاده محاكمات حقيقيه يبقى تلزم الجهات السياديه في الدوله انها تقدم ادله جديده، وهي اللي معاها الادله الجديده وهي اللي قادره انها تطلعها في اي وقت. طيب شايف ازاي تعامل مؤسسه الرئاسه اللي المفروض ان هي تعتبر جايب الانتخاب خلاص بعد ثوره، ان هو يبقى احداث محمد محمود او احياء ذكرى محمد محمود وفي استشهاد وفي اصابات وفي من يوم 19 لحد يوم 21 يصدر بعد كده بعدها الدكتور محمد مرسي يوم 22 الاعلان الدستوري اللي اثار يعني العجب، لان كان من المعتقد يعني من المتوقع ان في الوقت زي ده ان انت تطلع حاجه تهدي بها الناس، فانت يعني زدت الطينه بله. يعني كل اللي بيحصل ده محاولات ابتزاز سياسي ومحاولات جر البلاد لشيء محدش يعلم عنه اي حاجه.
غير فوضى حقيقية بتقودها بنفسها مؤسسة الرئاسة. يعني احنا كنا بندعو لتوافق، بندعو لتوافق عام، بندعو لحوار وطني، بندعو لاصطفاف وطني حقيقي. لكن بعد أزمة محمد محمود وبعد استشهاد جابر فوجئنا بالإعلان الدستوري المكبل والديكتاتوري والمستبد اللي احنا شايفينه في غير موضوعه. بعدها فوجئنا ب فوجئنا ب تمرير الدستور والاستفتاء عليه وعرض الاستفتاء برضه، خصوصا انه قبلها بكام يوم في الاعلان الدستوري نفسه كان بيمد عمليه تقسيم من شهرين. شهرين، يعني فوجئنا ان بيتم سلق الدستور في يومين وعايزين يمرروه. فطبعا يعني اللي بيحصل ده يعني زي ما قلت ابتزاز سياسي حقيقي، اما سياسه الامر الواقع اما ان تقبلوا بالاعلان الدستوري المستبد او نمرر الدستور بالشكل المهين دوت. وبالتالي ده احنا امام دلوقتي سلطه ديكتاتوريه وامام جماعه فاشيه تريد ان تسيطر بشكل كامل على الوطن، تريد ان تسيطر بشكل كامل على النظام القادم دون شراكه حقيقيه او تعدديه كما كانوا يعني يزعموا من قبل. وبالتالي الامور اصبحت واضحه بهذا الشكل، جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله والرئيس محمد مرسي ممثلهم في مؤسسه الرئاسه يعملوا لصالح الجماعه الان وليس لصالح مصر. في بعض الناس وجهت اتهامات للقوى المدنيه اللي كانت مشاركه في التاسيسيه، وطبعا كان من ضمنها حركه 6 ابريل اللي تم توجيه الاتهام ليها او اللوم ليها يعني الانسحاب البطيء. يعني يمكن احنا حسينا جوله الانسحابات جت مره واحده، حتى كمان نسب ان احمد ماهر لم ينسحب في الوقت المناسب وانما انسحب لما لقى كل القوى المدنيه بتنسحب، فما حددوش وجهه نظر حركه 6 ابريل وقالوا ان هو على حسب ما التيار رايح فين. يعني برضه اتهامات سخيفه برضه، لان اللي متابع عن قرب لاعمال الجمعيات التاسيسيه والتغيير المدني داخل الجمعيات التاسيسيه هيعرف كويس ان التغيير المدني داخل الجمعيات التاسيسيه كان يعني في وقت من الاوقات بيحاول يسعى للتوافق وبيحاول ان هو يجمع ويقرب وجهات النظر، وكان منهم ممثلي الكنيسه، منهم الدكتور وحيد عبد المجيد، منهم الدكتور ايمن نور، منهم احمد ماهر، منهم ممثلين كثيرين للتغيير المدني داخل الجمعيات التاسيسيه، وده كان بيتم والعمل شغال فيه على قدم وساق. وكانوا مقررين ان لو في انسحاب هيبقى انسحاب جماعي في نفس التوقيت. احمد انسحب مع في نفس الوقت اللي انسحب فيه الدكتور وحيد عبد المجيد وممثلي حزب الوفد وغيرهم من المنسحبين، حتى يمكن بقى لحقوا بعد كده الدكتور ايمن نور بعدهم. وبالتالي ف الانسحاب مش بطيء ولا حاجه، احنا عملنا على التوافق. يعني اذا كان الناس بتتكلم على التوافق احنا عملنا على التوافق، سعينا ليه على قد ما نقدر، حاولنا ان احنا نقرب كل وجهات النظر، ولما فشلنا باجماع التيار المدني داخل الجمعيه التاسيسيه المجموعه اللي كانت موجوده كان الانسحاب جماعي. ايه اللحظه الفارقه اللي انتوا حسيتوا فعلا ان هو لا مجال للتفاوض وان يبقى في توافق داخل الجمعيه فبالتالي لابد من الانسحاب؟ ايه اللحظه او القشره اللي قفلت الظهر البعيد زي ما بيقولوا؟ يعني زي ما قلت بالظبط، هو محاوله تمرير بعض المواد داخل الجمعيه التاسيسيه، لجنه الصياغه، المجموعه الخمسه اللي تم تشكيلها، اللي كانت بتحرف الكلام. وبالتالي هو ده اللحظه اللي احنا حسينا فيها ان مفيش يعني توافق حقيقي، لا بالعكس في يعني محاولات لفرض سيطره وهيمنه وتمرير المواد المختلف عليها بشكل صريح. وريت عمال اسال لك السؤال ده تحديدا لان بعض المؤيدين لفكره مشروع او مسوده نهائيه للدستور يعني اعترضهم على يعني المنسحبين بكل يعني باختلاف انواعهم وتياراتهم السياسيه، ان هم بيقولوا اللي خلاهم يتفقوا يقعدوا 6 شهور موجودين لما يجوا ينسحبوا بينسحبوا في الوقت اللي هو فرض سياسه يعني سياسه فرض رايهم بالقوه، هو المفروض بيقدموا اقتراحات يا اما يتم التوافق عليها، لو ما تمش توافق فحاجه ديمقراطيه كده هو او الاليه اللي كانت بتمشي بيها الجمعيه انه لا يتم الاخذ بالمقترحات طالما لم تلقى قبولا توافقيا. فيمكن عشان كده حبيت اخد رايك في الموضوع الخاص بالانسحاب والتباطؤ على حسب ما كان بيوصف من البعض.